المسألة المقدسية. أسئلة الإسراء السبعة. بطبيعة الحال لا يمكن لمسلم أن ينكر واقعة ذكرها القرآن الكريم كواقعة الإسراء الواردة في الآية الأولى من السورة المشهورة اليوم باسم سورة الإسراء، وكانت تسمى سابقا سورة بني إسرائيل، وهو الاسم الذي نسي مع مرور الأيام أو تم تناسيه، فلم تعد السورة القرآنية تعرف اليوم إلا بسورة الإسراء. ولا بأس في ذلك، فأسماء السور القرآنية ليست تنزيلا ربانيا، وإنما هي من وضع الناس، والناس يضعون للسور ما يناسبهم ويناسبها من الأسماء. أما نص الآيات ذاتها فلا خلاف في أنه ثابت محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذ تعهد الله تعالى بحفظه حين قال عن مجمل القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن الإقرار بصدق آي القرآن لا يمنع من تأملها وتدبرها والاجتهاد في تفسيرها، استلهاما من قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقد اختلف المفسرون وتعددت التفسيرات وتنوعت الأحكام الشرعية المستخرجة من القرآن، فظهرت المذاهب الفقهية والفتاوى المتفاوتة، مع أن الآيات واحدة والحكم الفقهي إنزال النصوص على الوقائع واحد. وفي سياق أو فهم آية الإسراء وإدراك معناها نظراً لارتباطها بالمسألة المقدسية، سوف نورد فيما يلي أسئلة مشروعة مشفوعة بإيضاحات عقب كل سؤال، عسانا نصل بذلك إلى الحق أو إلى ما هو أقرب للصواب. أما موضوع العروج الذي يسميه الناس المعراج فسوف نتوقف عنده في المقالة المقبلة بمشيئة الله. السؤال الأول: هل الإسراء معجزة إسلامية؟ وفي تبيان معنى هذا السؤال نقول: المعجزة هي أمر خارق للعادة تكون للنبي أو الرسول عند تكذيبه وتحديه من قبل معاصريه، فتجري المعجزة على يديه كدليل على صدق نبوءته أو رسالته أو كونه جامعا بين النبوة والرسالة. وقد ذكرت بالقرآن الكريم معجزات عديدة للأنبياء السابقين وكرامات للأولياء: يونس في بطن الحوت، ناقة صالح، نوم أهل الكهف، الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم أحياه. وكانت المعجزات الأبهر من نصيب عيسى ابن مريم: إحياء الموتى، شفاء المرضى بالأدواء المستعصية من دون أدوية، النطق في المهد، وكذلك موسى بن عمران نبي اليهودية ورسولها الذي حظي بما لا حصر له من معجزات ابتداء من لحظة مولده وإلقائه في اليم حتى حديث الله إليه مباشرة وتحويل عصاه إلى حية تلقف بجوفها عصا السحرة وقد صارت ثعابين تسعى، وشق البحر وخروج يده بيضاء مضيئة من غير سوء، وتدمير مصر من أجل خروجه سالما بقومه من اليهود، وغير ذلك من الخوارق المبهرة التي ذكرها القرآن بوضوح وتصريح تام لا يدع مجالا لتشكيك أو تأويل بعيد. وقد استقر رأي فقهاء الإسلام على أن القرآن هو معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأكدت ذلك آيات كثيرة محكمات يضيق المقام هنا عن ذكرها جميعها، منها قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن هنا صار لدينا في علوم الدين باب مستقل، وفي علوم اللغة اسمه إعجاز القرآن، وشرط المعجزة أن تقترن بالتحدي وأن تكون معلنة لكي تصير حجة
على المكذبين، ولا نعرف في معجزات الأنبياء معجزة وقعت في الخفاء فلم يرها شهود عيان، وبالتالي فلا معجزة دون استعلان أمام جمع من الناس كثر عددهم أو قل. ولا علينا هنا من قول بعض المفسرين إن واقعة الإسراء وما احتف بها من معجزات داعمة كواقعة شق الصدر وركوب الدابة المسمى البراق كانت كلها لتعزية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة وعمه عبد المطلب متألما من رحلة الطائف للدعوة إلى الإسلام. لا عبرة بذلك، لأن السلوان أمر قلبي، والله ينزل السكينة في القلوب بطرائقه الخفية لا بالوقائع الغرائبية. من هنا تأتي معقولية ومشروعية السؤال: هل الإسراء معجزة؟ وإن كان إعجازيا فلماذا استتر فلم يشهده أحد المعاصرين للنبي، مع أن المراد من المعجزة استعلانها لتكون حجة على المكذبين كما هو الحال في إعجاز القرآن. السؤال الثاني: لماذا أوجز القرآن في ذكر الإسراء؟ وفي تبيان معنى هذا السؤال نقول: إذا افترضنا جدلا أن واقعة الإسراء كانت وفق ما يظنه الجمهور معجزة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فهي إذن حدث جلل وشأن خطير كان لابد من بيانه في القرآن بالتفصيل. فالآيات القرآنية فصلت كثيرا من قصص الأنبياء ومعجزاتهم، وجاء ذكر ذلك في أكثر من سورة وفيما لا حصر له من آيات واضحات صريحات. فكيف يمكن لواقعة الإسراء لو كانت حقا معجزة ألا ترد في القرآن إلا في آية واحدة ذات طبيعة إشارية ولا تصريح فيها بتفاصيل؟ ولا أقول على هون فيكون نصها هو فقط سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وسوف نعود إلى رؤية الآيات في السؤال التالي، أما هنا فيكفي التأكيد على مشروعية ومعقولية السؤال: لماذا يوجز القرآن في ذكر الإسراء؟ لو كان حقا معجزة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولو صح ذلك لكانت معجزة تفوق الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، لأنها تخص الناس جميعا ولا تقتصر على العرب الذين يعرفون أسرار لغتهم ووجوه الإعجاز فيها، وليس كذلك معظم الناس. السؤال الثالث: من هو الذي سرى وكيف كان مسراه؟ وفي تبيان معنى هذا السؤال نقول: الآية الأولى من سورة الإسراء سورة بني إسرائيل أعقبها مباشرة الكلام عن موسى ابن عمران وبني إسرائيل تصريحا لا تلميحا أو إشارة، وهي 10 آيات كلها تتحدث عن الكتاب الذي أوتي موسى وعن بني إسرائيل الذين أفسدوا في الأرض مرتين وتعالوا علوا كبيرا. فأرسل الله عليهم أول مرة بختنصر أو نبوخذنصر الثاني، ثم عادت لهم الكرة فدخلوا المسجد أي هيكل سليمان كما دخلوه أول مرة بعد إعادة بنائه على يد هيرود أو هيرودس. فلما أفسدوا ثانية طمعا في تأسيس مملكة، كان ما كان من تدمير معبدهم ومدينتهم أورشليم ومحوها من فوق ظهر الأرض على يد تيتوس حسب ما ذكرنا في المقالة الثانية من هذه السبعية. ومن أهم صفات القرآن الكريم حسب ما تؤكد آياته أنه كتاب مبين، فلماذا لم يأتي ببيان واضح لمن سرى أي سار ليلا، واكتفى بقوله أسرى بعبده ليلا؟ ولماذا يؤكد على أن السريان كان ليلا مع أن معنى كلمة سرى هو السير بالليل؟ أعتقد وقد أكون مخطئا أن القرآن أبان وكان مبينا حين صرح في الآية الثانية باسم موسى، لا سيما أن القصص القرآني يؤكد في عدة مواضع أخرى
أن موسى ابن عمران كان يسير ليلا فرأى نارا بأعلى الجبل، فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. سورة طه. وفي السورة ذاتها قصة ظهور الله لموسى من وراء حجاب وكلاهما معا، ثم يقول الله لموسى: لنريك من آياتنا الكبرى. سورة طه الآية 23. ناهيك عن أن استدعاء الله لموسى كان ليلا بدليل رؤيته للنار من بعيد، وبالتالي فقد أسري به لأنه قاده إليه بوسيط هو النار، فسار موسى إليه، أي سار وحده ليلا حتى نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. ومن هنا تأتي معقولية ومشروعية السؤال: أليس الأقرب للفهم أن يكون الذي سرى هو موسى وقد أسري به باستدعاء غير مباشر ظنا منه أنه ذاهب إلى موضع النار التي رآها، فأراد أن يأتي منها أهله بقبس منها لعلهم يستدفئون من برد سيناء القارس ليلا؟ ولماذا هذا الإصرار على أن الإسراء كان للمسجد الموجود اليوم بالقدس ولم يكن موجودا وقت نزول الآية في مكة، وقد جهل موضع المسجد المقدس في فجر الإسلام وبدأ بناؤه على يد حكام هدموا كعبة مكة؟ السؤال الرابع: أين يقع المسجدان الحرام والأقصى؟ وفي تبيان هذا السؤال نقول: هناك معنيان لكلمة مسجد، الأول خاص وهو مكان صلاة المسلمين، والآخر عام وهو مكان التقديس وإظهار التبجيل، ولا خلاف بين العلماء في صحة هذين المعنيين لكلمة مسجد نظرا لقيام دلائل كثيرة على المعنى العام للكلمة، كما هو ثابت في وصف القرآن لهيكل سليمان أي المعبد بكلمة مسجد: وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة. ناهيك عن أن الحديث النبوي الشهير: جعلت لي الأرض مسجدا. أما المعنى الخاص أي مكان صلاة المسلمين فهو ثابت بالإجماع، ومنه نقول: المسجد الجامع، مسجد النبي في المدينة، مسجد قباء وغير ذلك، وكلها مواضع مخصوصة وليست عامة ومعروفة. وعادة كان القرآن المكي يشير إلى الحرم المكي بقوله البيت وليس المسجد، لأن الكعبة كانت قبل فتح مكة موضعا للأصنام، فكان يشار إليها بالبيت مجردا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أو مضافا إليه فيقال البيت العتيق، لأن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فلما صار قبلة للمسلمين صار يسمى المسجد الحرام. وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان تحويل القبلة في المدينة بعد الهجرة بقرابة عامين، وسورة الإسراء لا سيما الآية الأولى منها مكية بلا خلاف، فكيف يكون الإسراء من مكة في وقت لم يكن فيه البيت العتيق أي الكعبة قبلة للمسلمين إلى أورشليم التي لم تكن موجودة على الأرض من قبل نزول سورة الإسراء بعدة قرون؟ ومن هنا تأتي مشروعية ومعقولية السؤال: ما دام من غير المنطقي أن يكون الموضعان المشار إليهما في سورة الإسراء هما مكة وأورشليم، أفلا يمكن أن يكون المقصود بالمسجدين موضعين بسيناء الوادي المقدس أو حول الطائف التي كانت مركزا روحيا قبل الإسلام نظرا لوجود كعبة اللات الكبرى بها، أو ذلك المسجد المعروف بالأقصى في ناحية الجعرانة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء وفتحها؟ السؤال الخامس: كيف يجتمع الأدنى والأقصى؟
وفي تبيان معنى هذا السؤال نقول: الذين يظنون أن المسجد الأقصى الذي ذكر في القرآن هو ذلك الموجود اليوم بفلسطين ولم يكن موجودا عند نزول سورة الإسراء لم ينتبهوا لأمرين مهمين. الأول منهما أن صيغة أفعل التي منها كلمة أقصى لا تكون إلا عند المقارنة، فالأقصى يستدعي الأدنى، ولا يكون الموضع أقصى إلا إذا كان هناك موضع أدنى وموضع قصي وموضع أقصى، ولا يكون ذلك إلا بمنطقة فيها مواضع تقديس كثيرة يكون منها ما هو أقصى وما هو أدنى. وهذا ينطبق على سيناء الوادي المقدس وعلى ما حول الطائف التي كانت أهم موضع لعبادة اللات المعبود الأشهر عند العرب، وفيها كانت الكعبة الكبرى التي يحج إليها العرب. الكعبة هي رمز الرب اللات. والأمر الآخر المهم أن فلسطين وصف القرآن الكريم في أول سورة الروم بأنها أدنى الأرض لأنها أقرب البلاد إلى جزيرة العرب. فلما انهزم الروم المسيحيون هناك واجتاح الفرس عاصمتهم المقدسة إيليا، قال القرآن: غلبت الروم في أدنى الأرض. فكيف يمكن أن يكون المسجد الأقصى في الأرض الأدنى ويجتمع الضدان الأدنى والأقصى لو كان المقصود أرض فلسطين وما فيها؟ السؤال السادس: لماذا أوجز القرآن الكريم في خبر الإسراء وأفاض الحديث النبوي فيه وفي تفاصيله؟ وفي تبيان معنى هذا السؤال نقول: في المقالة السابقة توقفنا عند النصوص الثواني أي الكتابة الثانية وخطورتها، وأشرنا إلى أن الجانب الإنساني للوحي الإلهي هو الذي يهيمن على طبيعة النص الثاني في الإسلام، وهو الأحاديث النبوية الشريفة التي جمعت اضطرارا كي يتجنب المسلمون فوضى التداخل بين حديث النبي وحكايات القصصين ودس الإسرائيليات والكذب على النبي وتوجيه أصحاب المصالح واستعمالهم للأحاديث ناهيك عن وضعها كذبا وزورا. وقد كتبت الأحاديث بالمخالفة الصريحة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في كتب الحديث النبوي ذاتها، إذ روت عنه أنه قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب شيئا فليمحه. وقد قرر عديد من العلماء أن الحديث النبوي مهما وصل به الإسناد واتصال الرواه إلى درجة الصحة فإن ذلك لا يعني أنه يقين الصدق، وإنما هو مظنون بصدقه وليس كذلك القرآن. والآن نلفت الاهتمام إلى أن معظم ما يفهمه الناس من واقعة الإسراء مبني أساسا على الأحاديث المروية لا الآيات القرآنية. وقد رأينا فيما سبق أن القرآن الكريم أوجز في ذكر الإسراء واكتفى بإشارة واحدة، أما في الأحاديث النبوية فقد جاء الأمر بالضد، إذ فصلت الأحاديث وأسهبت في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل كأنها بذلك تعاند القرآن وتقف على النقيض منه. وعلى العكس من اللغة الرصينة والسرد البليغ الإعجازي الذي ذكرت به آية الإسراء الواقعة، ترهلت الأحاديث وخرقت المنطقي والمعقول وأضافت أشياء كثيرة لو كانت صحيحة لكانت آيات القرآن هي الأولى بذكرها والأدعى إلى بيانها. ففي المقابل من إيجاز القرآن روت الأحاديث ما يلي: عن مالك ابن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر مضاجعا، إذ آتاني آت فقد، قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. فاستخرج قلبي،
ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار. فقال له الجارود: وهو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم. قال النبي: يضع البراق خطوه عند أقصى طرفه، أي آخر حدود نظره. فحملت عليه فانطلق بي جبريل. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وابن حبان. وروى البخاري ومسلم بسندهما عن أنس بن مالك أن رسول الله قال: أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض. وردت الكلمة هكذا: طويل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أوتيت بيت المقدس التي لم تكن موجودة أيام النبي، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، كأن الأنبياء جميعا كانوا يعيشون في مكان واحد، وكأن الدابة الإلهية المسخرة تحتاج أن تربط كي لا تذهب على هواها فتضيع. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. لم يكن هناك آنذاك مسجد، بل كانت كنيسة القيامة هي القائمة. ولو كان الإسراء معجزة إسلامية، وكان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت بين مكة والقدس مثل ما يتوهم كثير من معاصرين ومن القدماء، أما كان الأمر يستحق خطبة نبوية خاصة؟ ناهيك عن استحقاقه لآيات قرآنية محددة، بدلا من حكاية مالك ابن صعصعة التي تناقل عنه الرواة أن النبي حدثه عن ليلة أسري به، كأن الأمر كان على سبيل المسامرة والكلام الجانبي مع واحد غير مشهور بين صحابة النبي. يكفي هذا. السؤال السابع: ما الذي جمع بين الإسراء والمعراج؟ ولهذا السؤال تبيان وتفصيل يطول، ولهذا فسوف نرجئه إلى المقالة القادمة، وهي ختام هذه السبعية المقدسية، وسوف تكون بعنوان معضلات العروج. والآن نختتم الكلام بإشارة إلى أن هذه المقالات تراهن على وعي القارئ، ولا تقدم له الأجوبة الجاهزة المعلبة على الأسئلة السهلة، وإنما نسعى بهذه المقالات إلى إعمال العقل وفهم الأمور فهما منطقيا يتجاوز الأوهام، مهما كانت هذه الأوهام مهيمنة.